السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحبابنا الكرام، معاكم محمد هنداوي وانت بتتفرج على زيتونة زراعية. أنا كنت قاعد في يوم على مكتبي، دخل علي مندوب راح جاب لي كرتونة، فتحناها وطلع لي كيس مختلف عن الكيس الأصلي بتاع الشركة الأصلية. مسكت الكيس فتحته شميته، ملوش ريحة. طبعا تأكدت ان الكيس ده مضروب، وده حضراتكم هو كان الكيس مادة الكربندازيم. الكيس ده كيس مضروب، وهوريكم الكيس السليم عامل ازاي، وحضراتكم تعرفوا تفرقوا بين الكيسين. الكيس الثاني ده الكيس السليم، ده الكيس الاصلي، الكيس الاصلي بتاع الشركة الاصلية، وده الكيس المفتوح، ده هو ده الكيس المضروب. شايفين اللون؟ شايفين الفرق في اللون؟ شايفين الفرق في شكل عبوة؟ شايفين الفرق في التقفيل؟ شايفين الفرق في حجم العبوة؟ واضح جدا، لكن لو انا قارنتهم ببعض هيبان الفرق. لكن نفترض انا ما عنديش الكيس ده ومعايا الكيس ده، هعرفه منين؟ من ريحته، ملوش اي ريحة، فتحناه ملوش اي ريحة. ثالث شيء، جبته في اناء انا مش محتاجه، دوبته فيه وقلبته وسبته بالظبط 3 دقايق. اللي حصل ان المبيد اترسب في الاناء ده. ده يأكد برضو ان انت تعرف، تحاول تعرف لو هو مبيد مش هيترسب، لانه لو اترسب يبقى ملوش قيمة، لازم يدوب في المية عشان يبدأ ايه يعني النبات يتعامل معاه، فده ان دل يدل ان هو برضو مضروب. طيب اعمل ايه تاني بعد كده؟ نفترض ان هو داب معايا. طبعا المعروف ان اي مبيد بيبقى ليه رقم تسجيل، لجنة المبيدات الافات الزراعية ليها موقع على الانترنت. اي مبيد حضرتك هتمسكه هتلاقي عليه رقم التسجيل، ده مكتوب عليه رقم التسجيل المحلي، ده رقم التسجيل بتاعه. هخش على موقع بتاع لجنة آفات المبيدات الزراعية وادخل، هتلاقي فيه عندك مربع وتلاقي فيه فراغ تكتب فيه الرقم ده، دخل فيه الرقم، ولما تدخله دخله باللغة الانجليزية، ما تدخلوش بالعربي عشان البرنامج يقبل معاك انه يعرف يقراه. لو طلع المبيد سليم او الرقم ده صحيح، هيبدأ يديك بيانات وداتا عن المبيد ده من الالف الى الياء. طيب ما ممكن يكون، ما هو ده برضو مضروب وعليه رقم التسجيل، ولو بصينا هنلاقي رقم التسجيل برضو هو نفس الرقم الموجود على الكيس السليم. تعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا، انا يعني عن طريق التجربة العملية، الوزن بتاع الكيس ده، وزن الكيس ده مكتوب عليه وزن العبوة 150 جرام. انا عندي ميزان، مسكت الكيس ده وزنته عليه، طلع 150 جرام بالظبط. جبت حوالي 10 او 15 كيس 150 جرام بالظبط، مفيش كيس لا بيقل ولا كيس بيزيد. طبعا لما الولد ده جالي انا اخدت الكرتونه اللي جابها برضو واخدت منها حوالي 10 اكياس ووزنتهم، مفيش كيس طلع 150، من 130 لحد 180. فدي حته مهمه جدا انك تحاول توزن الكيس او توزن العبوه اللي عندك بقدر الامكان، انك هتلاقيها مظبوطه بالوزن المثالي بتاعها بالظبط. طيب نفترض ان طلع الوزن مظبوط، اعمل ايه؟ ان انت حضرتك تتعامل مع حد ثقه. مهم جدا حاجتين في تعاملك مع المحل او المهندس او التاجر اللي انت بتتعامل معاه، ان هو يكون ثقه وخبره، لان الثقه لوحدها ما تنفعش والخبره برضو لوحدها ما تنفعش. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.